هذا الرجل الى المدرج مرة اخرى بعد فترة العلاج. عموما في محاولة هدف يأتي لمصلحة منتخب الصين، هدف للمنتخب الصيني يأتي عن طريق اللاعب يانغ ليو الذي يضع كرة في مرمى ابراهيم الخيلي ويعلن عن تقدم اصحاب الدار بهدفين مقابل او بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 90 يأتي للدور لمصلحة المنتخب. ممتاز مع نهاية احداثي شوط اللقاء الاول. الله thank you.